شركة فيكتوريس احنا شركة نقل دولي موجودين في القارة الأوروبية وخاصة في شمال أفريقيا وخاصة في تونس. احنا الحق بالنسبة لنا احنا التواصل مع المهنيين والارتيزان التوانسة باش يكونوا في المعارض الأوروبية وحتى المعارض العالمية كان بالنسبة لنا احنا من التحدي، والحق معناها عاوناهم برشا. وبالنسبة للمشاكل نتاع النقل اللوجستية والديوانة وهذا كله اخذناه تكلفنا به نحن كنقل دولي باش سهلنا لهم معناها الوصول الى كل المعارض الموجودة في العالم. وهك تشوفوا انتوا احنا تو عندنا 3 سنين براتيكمون نخدموا مع بعضنا، كانوا قبل عندنا كان 500 مربع وتو حصل الصناعيين تشجعوا علاش خاطر سهلنا لهم النقل وسهلنا لهم كل معناها الاجراءات صحيح الديوانيه باش خلينا معناها كل مهني يخمم كان في الجوده نتاع الصناعه نتاعو، ما عادش عنده اشكال نتاع نقل ولا كيفاش باش يوصل للمعرض الفلاني ولا كيفاش باش يوصل معناها للبلاد الفلانيه. نساوي الخميس علينا من زرع ليا قتلني من نابل، نخدم في الارتيزانا ونعمل معارض في ميلانو في فرنسا. هذيك خدمتي اي بلوس كي سا ميني سوق في الوتله، خدمتي في السياحه فهمتني. عندي بريسك 10 سنين في فيارا ميلانو، ممكن حتى اكثر 12 سنه خاطر خدمه جدودي هذه وفامي. احنا بلاد سياحيه معناتها في نابل بلاد سياحه، اي بلوس كي سا معناتها خدمتنا الاول حاجه هي السياحه فهمتني. اول حاجه نمشي للسوق الارتيزانا، خدمتنا السياحه ديما في معارض الكرم، معارض نابل، وهذه ورثناها على جدودنا فهمتني. الفخار هذا احنا نزينوه فهمتني، ديكوراسيون كل شيء نزينوه احنا فهمتني، ومن بعد نعرضها ونبيعها. حوالي 20 سنه متواجد على المجال هذا، يجب تكون سنويا نواكب يعني المعارض، خاصه المعرض هذا معرض الصناعه التقليديه. بصراحة أثناء حاجة تشرف كل عام نجي أنا ديجا مدون وناشط في المجتمع المدني، وعندي يعني موقع خاص بالجالية التونسية في إيطاليا، ونواكب الأحداث الكل. المرة هذه حاجة بصراحة إكسيبسيونيل، حاجة تشرف، نجم تدور لهنا وهز راسك في المعرض. أنا تونسي. مدام ميسيو جو سوي أونوري دو بارتيسيبي à l'inauguration de la 27e édition de la foire artigiane aux Fiera, où la Tunisie est l'invité d'honneur. Al-Hayat FM. Al-Hayat FM. Zahret Al-Hayat.